مساء الخير وحلقة جديدة من الجسر نقرب المسافات. النهاردة حلقتنا مليانة بالمواضيع الهامة وبتهم كل عربي متواجد بأمريكا الشمالية ومتواجد أيضا في أي بلد في العالم. ويعني عندنا الفقرات اليوم هتبقى يعني خاصة شوية وهامة جدا وبتهم كل الناس. احنا دايما زي ما حضراتكم بتشوفوا في حلقاتنا بنحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا بنتكلم بلسان الشخص اللي عايش فعلا في امريكا بطريقته باسلوبه بايه اللي بتطلبه وايه المشاكل وايه المميزات والعيوب في الحياه بامريكا في اشياء كثيره. النهارده يمكن هبدا معاكم بخبر ايجابي وجميل، وطبعا ده حاجه بتسعدنا كلنا ان احنا حاليا دلوقتي ضمننا في كاس العالم دولتين عربيتين، السعودية ومصر. وطبعا كان مصر لها ضجة كبيرة لان ما صعدتش الكاس العالم يمكن من 28 سنة، وكان المباراة الاخيرة مع مصر والكونغو كانت شوية صعبة ولعبت باعصاب ناس كتير، ولكن الحمد لله ربنا نصرنا في الاخر. وما زلنا في انتظار دولتين اخريتين، المغرب وتونس، وان شاء الله هيأهلوا لكاس العالم. طبعا كاس العالم يعني هو مباراه كوره ورياضه، ولكن هي دي اللي بتسعدنا وهي دي اللي بتفرح مش المصريين بس ولا السعوديين بس، بتفرح العرب. زي ما حضراتكم شفتم لما مصر على اخر لحظه تأهلت لكاس العالم قد ايه الناس كانت مبسوطه في الخليج، في فلسطين، في دول المغرب، في الامارات، في العالم كله. وطبعا احتفالات في امريكا ودول الاغتراب كانت على مستوى عالي جدا وكانت حاجه جميله يعني. فالنهارده هيكون معايا في حلقتنا لليوم شخصيه هامه جدا وبيهم كل مصري وعربي متواجد بامريكا، لانه كل واحد عنده سؤال ليه. فاللي حصل ان احنا جمعنا الاسئله دي وشفنا الايميلز والحاجات اللي على الفيسبوك الناس اللي بتسال عليها وكده وجمعناها، وهيكون لقاءنا النهارده مع مدير عام مصر للطيران بامريكا الشماليه بامريكا وكندا، هيكون معنا الاستاذ طارق عدوي. وطبعا هو في موقعه الجديد، هو قادم من جنوب افريقيا لهذا البوست او البوزيشن في امريكا بعد الأستاذ أيمن السمري اللي قضى المدة بتاعته الأربع سنين، وبنشكره شكرا جزيلا لأنه فعلا طور طريقة الحجز، طريقة التعامل مع مصر الطيران، عمل مجهودات كتيرة. فأنا بشكر الأستاذ أيمن السمري وبتمنى له التوفيق في أي موقع تاني يروحه وفي مناصب أعلى وأعلى. الأستاذ طارق العدوي عندنا أسئلة له كثيرة النهاردة هنتكلم فيها، وهنشوف مصر الطيران هل المشجعين والناس اللي أعصابها تعبت دي وموجودين مثلا بأمريكا من حقهم إن هم يروحوا يشجعوا فريقهم، هل مصر الطيران لها دور في هذا الموضوع؟ هل طبعا احنا عارفين إن مفيش طيران من نيويورك أو من أي بلد في أمريكا لموسكو مباشرة، وطريقة السفر هتكون إزاي لو عايزين نروح كاس العالم؟ هنتكلم عن اسعار تذاكر الطيران، الوزن، المشاكل اللي بتقابلنا دايما لو واحد جاي من تينيسي عايز يطلع على مصر الطيران يعمل ايه، لو واحد راجع مثلا من مصر وعايز يروح على كاليفورنيا وفين الخطوط بتاع مصر الطيران وايه الجديد، ده اللي هنشوفه مع الاستاذ طارق العدوي. ايضا عندنا فقره هامه جدا وبتهم كل اسره عربيه،
وهي تعثر الكلام عند الأطفال. تعثر الكلام عند الأطفال، يمكن الأولاد البيبي الصغير لما بتولد بيبدأ يتكلم بعد سن معين وهكذا، أحيانا بيتأخر وأحيانا بيكون طبيعي وأحيانا مش طبيعي، ولكن علاجه بيبقى بسيط جدا وسهل في البداية. يعني أما بنشوف في البداية بيقدر يعالج سواء طبيا أو فيزيكال ثيرابيز أو ثيرابيز، يعني بيبقى طريقة معينة إن هم الأطفال ما يتأخروش في الكلام لو اتلحق في وقت معين. بس إزاي هنعرف إن الطفل ده عنده التأخير ده؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع الدكتورة هايدي حسين اللي هتكون ضيفتنا النهاردة. والدكتورة هايدي لها باع كثير في هذا الموضوع، مش بس تعثر الكلام عند الأطفال، عند الكبار أيضا أحيانا بنتعثر في الكلام، أحيانا كلمة بتقف معانا، أحيانا واحد بيتكلم يمكن اللي قدامه ما بيفهموش بيقول له ايه يعني، فده هنعرف منها حاجات كثيره. ايضا زي ما حضراتكم عارفين كان في قانون صدر او اوردر اكزيكتيف اوردرز من الرئيس ترامب ايضا خاص بالهجره في سبتمبر، ولكن كان يبدا العمل به اكتوبر 18. وقوانين ويعني مش عارف ترامب هو عايز يعني ايه بالظبط، فقوانين هجره عماله بتتغير وبعدين بتتلغي وبعدين شايفين في حاجات كتير بتحصل حوالينا. يمكن مثلا زي ما حضراتكم عارفين يمكن اتكلمنا قبل كده عن اللاتري وعن طريقه ان انت تحصل على جرين كارد، ففي من ناحيه معينه في طرق كثيره ان انت تكون عايش في امريكا بطريقه محترمه وعندك اوراقك وعندك كل اللي انت المفروض يكون ليجل يخليك تقعد في امريكا وعندك حقوقك وعليك واجباتك زي اي مواطن امريكي. وفي الجانب الآخر بنلاقي قوانين بتمنع ناس كثيرة ان هم يجوا على امريكا. فده اللي هنعرفه مع الاستاذ محمد سواعيري. استاذ محمد سواعيري طبعا انا مش هتكلم عليه كتير لان حضراتكم عارفينه كويس، وهو يعني من اهم وكبار المحاميين اللي موجودين بولاية نيويورك وعلى مستوى امريكا ايضا، بيتعامل مع الحكومة الفيدرالية في اشياء كثيرة تهم الجاليات العربية، سواء تخص الهجرة، تخص مواضيع سياسية، سواء جرائم، يعني كل ما يتعلق بالعرب. الأستاذ محمد طبعا هو محامي أمريكي بيتعامل مع الأمريكان أيضا، ولكن هو عنده اهتمام أكثر بالجالية العربية، فيكون معنا الأستاذ محمد سواعيري. عايز أقول لحضراتكم بالنسبة نرجع تاني لكأس العالم. كأس العالم رغم الظروف اللي بيعاني بيها الوطن العربي وانقسامات وضغوط وحياة صعبة جدا واقتصاديا في بلاد تعبانة جدا واللي حصل خصوصا بعد 2011، ورغم كل الظروف دي كلها ولكن أربع دول هيكونوا في كأس العالم. ضمننا دولتين السعودية ومصر، ومصر رغم يعني الضغط الاقتصادي الرهيب اللي عليها ولكن الناس دي وصلت. فما بالكم لو احنا هدينا شوية ولو احنا راقت العملية شوية، بدأ الاقتصادي شوية يتحسن. انا معتقد ان احنا كعرب ممكن بنغزو العالم بعلمنا بثقافتنا. انا بسعد كثيرا جدا لما بيوجه لي دعوة لأي مؤتمر او تجمع للجاليات العربية، او بحس ان في وجود عربي يعني كامل هنا في امريكا. ولكن سعادتي بتكتر اكتر لما بحس ان العقول والفكر العربي كله اتجاهه انه يطور الوجود العربي في دول الغرب. وكان زمان زي ما حضراتكم عارفين اي واحد بيفكر كويس عنده فكره معينه عنده تالنت معين ذكاء معين بتتهافت عليه الدول الغربيه ان هي يجي عندها وتبتدي تراعيه وتبتدي تعمل له عقود مغريه وتبتدي تتبنى هذا العقل المفكر. ليه هم بيعملوا كده؟ ليه هو يعني مش حبا في الشخص نفسه، هو حبا في عقله وفي تفكيره ان هو يقدر يطور عندهم هذه البلد ويساهم في تقدمها. فده اللي حصل في امريكا وما زال بيحصل. وناس كتيره طبعا وحضراتكم عارفين علماء واطباء ومحاميين وفي جميع المجالات ورجال اعمال على مستوى امريكا من انجح الجاليات والجنسيات اللي اصلها عربي، هم العرب الموجودين بأمريكا. وزي ما حضراتكم عارفين أمريكا يعني لو بنرجع لورا بنلاقي كل شخص في أمريكا تقريبا 90% أو أكتر من الشعب الأمريكي له أصول أوروبية، له أصول آسيوية، له أصول أفريقية.
فالعرب واللي من أصل عربي أثبتوا وجود كويس. الشيء الجميل بقى إن إحنا يمكن كان قبل كده وسائل الاتصالات ما كانتش متوفرة، دلوقتي عندنا وسائل اتصالات والإنترنت، وبسهولة جدا أقدر أعرف اللي بيحصل في أفريقيا أو في أوروبا أو في الشرق الأوسط بسهولة جدا، في دقيقة، أقل من دقيقة أقدر أعرف. فالناس دي حسينا فعلا قد إيه الولاء والحب لأوطانهم، حسينا إن هم بس تفكيرهم مش مجرد إن هو بيساهم في تقدم الدول اللي هو عايش فيها، ولكن أيضا تفكيره وقلبه مع بلده، مع حياته الأولى وهي في البلد اللي هو جاي منها، سواء هو مصري، سواء هو فلسطيني، سواء هو سعودي، سواء هو ليبي. بتلاقي التالنتس ده بيحاول بقدر الإمكان يشوف إزاي يفيد بيه بلده، وده اللي احنا لاحظناه وشفناه من مجموعة من الأطباء، مجموعة كبيرة من الأطباء عندهم Egyptian American Society، سموا مجموعة Egyptian American Society. هم خلي بالك يعني مش Egyptian American بس، هم Egyptian وسريان وليبانيز وعرب in general فلسطين. مجموعة أطباء اجتمعوا وقرروا ان هم بيعملوا هذه الorganization لمساعدة البلاد العربية. وطبعا كان يمكن احنا شاهدنا من كم اسبوع عملوا احتفال هام جدا، وكان حاضر فيه كضيف شرف، ومش مجرد ان هو ضيف شرف، هو اللي حب يجي بنفسه، الدكتور مجدي يعقوب. والدكتور مجدي يعقوب طبعا هو غني عن التعريف، هو اهم اطباء على مستوى العالم، اطباء القلب. الدكتور مجدي يعقوب اللي عمله في انجلترا وفي اوروبا، يعني لحد دلوقتي العالم كله بيشهد، وهو في موسوعة جينيس في عمليات أطول عملية قلب منقول، هو الدكتور مجدي لشخص عاش بعد العملية فترات سنين طويلة يعني. أيضا هو اعتزل إن هو يعمل بنفسه العملية عند سن 65، ولكن لما بيطلب بيبقى موجود. يعني عمل عملية لطفلة، طفلة عملها قلب صناعي، والقلب الطبيعي كان موجود، وبعد كده القلب الطبيعي تم علاجه فبياخد القلب الصناعي تاني. دي عملية يعني معقدة لأقصى درجات التعقيد الطبي. هو الدكتور مجدي يعقوب، الدكتور مجدي يعقوب هو حصل على ألقاب كثيرة في أوروبا وخاصة من إنجلترا، وهو سير يعني ركب سير في إنجلترا، ده حاجة بتبقى من الملكة هي اللي بتمنح هذه الألقاب، فطبعا احنا ده شرف لنا كبير. دكتور مجدي قد ايه هو مهتم باللي بيحصل في بلده، فرجع لبلده وانشأ مستشفى القلب للاطفال، وحاليا دلوقتي بينشأ زي معهد ابحاث لامراض القلب اطفال والكبار، يعني للاطفال والكبار. ولما لقى ان الناس دي هنا في امريكا بيساعدوا وبيحاولوا بقدر الامكان ان هم يقفوا، سواء بامكانيات ماديه، امكانيات معنويه، امكانيات بشريه، ان يجيبوا ناس من هناك وتتدرب هنا، ان هم دكاتره من هنا يروحوا هناك، وان هم يساعدوا ان هم يكملوا الصرح اللي هو بداوا الدكتور مجدي يعقوب في اسوان، ومع والمؤسسه اللي هي البحثيه لامراض القلب، ودي هتكون على مستوى العالم، على مستوى عالي جدا، على مستوى العالم. فهو بنفسه جه وقال ان انا لازم اساهم، وعلشان يوضح ويبين للناس اهمية الدور اللي المفروض يكون عليه كل عربي ومصري متواجد برا بلده، انه لازم يساهم ويساعد. فحضر الدكتور مجدي يعقوب، حضر الاحتفال اللي هم عملوه يوم، يعني جه قبلها بيوم وحضر الاحتفال يوم، ورجع تاني اليوم اللي بعده يعني. وراجل على مستوى عالي جدا وخلق، ودكتور مجدي يعقوب 83 سنة، يعني نشاط، يعني نمسك الخشب وربنا يبارك فيه. وأبحب أن أنتوا تشاركوا في هذه المواضيع. أنا لما بتعالج طفل أطفالنا وأن هم ينموا بصحة، يعني الأمة كلها بتنمو بصحة وبعافية. فطبعا بتمنى أن احنا كلنا نشارك في أي عمل خيري، وخاصة للأطفال المحتاجين. وعلى فكرة الدكتور مجدي يعقوب والمستشفى اللي عملها في أسوان بتعالج أي شخص على هذه الأرض، أي شخص، سواء موجود من جاي من أفريقيا، جاي من أوروبا، جاي من دول عربية، مصري غير مصري، مجانا.
وعلى اعلى مستوى في العالم، ودي حاجه يعني كبيره قوي قوي قوي. وهو اعتقد ان هو سعادته بتبقى اكتر لما بيدي اكتر من يمكن اللي محتاج المساعده. فطبعا انا بشكر الدكتور مجدي وبشكر الاطباء اللي هم شاركوا في هذا العمل الرائع. وهيكون معانا لقاء هنشوفه دلوقتي، بس قبل اللقاء انا عايز اقول لحضراتكم في حفله غدا للمطرب الجميل الرائع، مطرب الجيل، مطرب صوته انا بحبه، صوته عذب يعني، بحس ان صوته جميل يعني. الشباب والولاد اللي هم مثلا الصغيرين والكبار كتير عنده جمهور كبير، وهو يعتبر دلوقتي هو مطرب الجيل، مطرب الجيل. طبعا انا ده مش معناه ان المطربين اللي قبله او اللي بعده لا، كلهم ناس جمال وبنحبهم، لان ده يعني فن، ويمكن ده الحاجه اللي بتروح عن نفسنا شويه من في مشاكل الحياه كلها. فهيكون المطرب تامر حسني غدا في بروكلين في ماستر ثياتر في بروكلين نيويورك، هيكون بكره موجود في ماستر ثياتر في بروكلين، ويمكن هتشوفوا له يمكن اعلان معانا، او هيبقى في الويب سايت وازاي تقدروا تروحوا، وان شاء الله تتمتعوا بالحفله مع المطرب الجميل ومطرب الجيل تامر حسني. خليني ارجع اطلع لفاصل حاليا دلوقتي ونشوف جزء من الاحتفال مع الدكتور مجدي يعقوب. وهيكون معانا ايضا على السكايب من احد ايضا الشخصيات الهامه جدا اللي هم بيساعدوا في بفكرهم بامكانيات ماديه بامكانيات بشريه من كاليفورنيا، هيكون معانا الاستاذ رضا اثناسيوس. فهيكون معانا يمكن على سكايب، هو في كاليفورنيا يعني، المره الجايه يكون معانا في الاستوديو، بس المره دي هيبقى على السكايب ان شاء الله. فهنطلع فاصل ونعود ونكمل فقرات حلقتنا الهامه جدا الليله.